تبدل تركيا في استراتيجيتها شمال شرق سوريا. طائرات من دون طيار تغتال أكثر من 8 قياديين في قصد من الكرد الأتراكي والإيرانيين، وتقصف مقر اجتماعات لهم في تل تمر. إذن لا عملية عسكرية ولا توغل بريا جديدا. أنقرة تريد رؤوسا في قصد لتصيبها في مقتل. فالانتخابات المبكرة تجعل من خوض عملية عسكرية مغامرة لا يريد إردوغان وحزبه تحمل تبعاتها حاليا. الطائرات المسيرة ليست وحدها في طيات التصعيد التركي الأخير. قذائف المدفعية قصفت بشكل مكثف على امتداد الشريط الحدودي من منبج وحتى تل تمر والدرباسية، وتعزيزات عسكرية دفعت بها أنقرة لفصائلها على جبهات الحسكة وحلب. التطمينات التركية لموسكو وواشنطن بأن لا عملية برية جديدة، وأن الاستهداف الأخير هو فقط لتصفية قيادات في حزب العمال وقصد امتنعت عن مغادرة الشمال السوري، أثارت حفيظة هذه القيادات التي أصدرت سيلا من البيانات تحذر فيها باقتراب انطلاق عمل عسكري ضدها، مع مناشدة موسكو وواشنطن التدخل لوقف أي معركة ضدها في المنطقة. الإرباك في صفوف قصد دفعها لعقد اجتماع مع قيادة القوات الروسية في القامشلي وآخر في عين العرب لإقناعها بالضغط على تركيا لوقف استخدام الطائرات المسيرة في مناطق سيطرة قصد وإنشاء منطقة حظر جوي روسي في الشمال مقابل توسيع الحضور الروسي في مناطق سيطرتهم وبحث عودة مؤسسات الدولة السورية إلى أرياف الرقة وحلب. ورغم التمسك بالتحالف الوثيق مع الأمريكيين، إلا أن الساسة الكرد كما يبدو يثقون بالتعامل السياسي مع الروس بما يخص أنقرة أكثر من ثقتهم بالأمريكيين. فواشنطن اكتفت بدعوة الأطراف إلى الالتزام بخفض التصعيد وضرورة التوصل إلى تسوية ردا على التصعيد التركي. ليبدو التنصل الأمريكي من تعهداتهم مع الكرد وكأنه مقدمة لانسحاب القوات على الأرض. ديما نصيف دمشق، الميادين.